عندما يموت شخص وبعد قضاء فترة العزاء بحوالي عامين أو نصف عام، يقوم أهل الميت بعمل ختمة قرآنية لهذا الميت، فيجتمعون ويجتمع عدد من الشيوخ أو من يتقن قراءة كتاب الله، وبعد القراءة يقدم إلى الشيوخ والذين قرأوا القرآن الكريم الطعام والمشروبات كغذاء لهم. وبعد إتمام فترة الغداء يقوم أحد الشيوخ بالدعاء لذلك المتوفى. أرجو من فضيلتكم أن تفيدونا حول هذا الموضوع، هل هو من الأمور المشروعة المباحة أو لكم رأي آخر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، العزاء إنما يكون في الأيام القريبة من الوفاة وحدوث المصيبة، لأن أهل الميت يكونون محزونين على ميتهم، تشرع مواساتهم وتعزيتهم بأن يقال أحسن الله عزاءكم وغفر ميتكم وجبر الله مصيبتكم. وأيضا إذا كانوا بحاجة إلى صنعة الطعام لهم لأنهم مشهورون بالمصيبة، فهذا أيضا من السنة أن يقدم لهم طعام يأكلونه ومواساة لهم. أما بعد مضي الوقت وطول المدة ينتهي العزاء ويبقى الدعاء للميت والصدقة عنه وعمل البر له كما جاء في الأحاديث. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه غير مشروع لأنه لا دليل على ذلك. هذا إذا كانت القراءة مجردة عن الأجرة، يعني يقرأ إنسان متبرع بنية صالحة وطلب للأجر من الله ثم يهدي ثواب ذلك للميت، هذا محل خلاف. أما إذا كان على الصفة التي ذكرها السائل من استئجار المقيمين فهذا عمل غير مشروع وعمل مبتدع، وتحديده لمدة معينة لا أصل له، والذي يقرأ بالأجرة ليس له أجر لأنه لم يقرأ طلبا للثواب وإنما قرأ لأجل الأجرة فقط، ليس له ثواب حتى يهدى إليه. ولو أن أهل الميت تصدقوا بهذه الأجرة، صدقوا بها على الفقراء، لكان ذلك هو المشروع. أما أن يستأجروا بها قارئا يقرأ القرآن فهذا لا أصل له ولا يصل إلى الميت من ذلك شيء. المشروع أن يتصدقوا بهذه الأجرة على محتاج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.